من مدينة عين والسراء من رحمان، زايد في 1938 في بالنهار، وقريت في عين والسراء باللوحة تاع كما يقرأوا في القرآن الحد، قريت إلى حتى إلى سورة تبارك. ومن بعد عمي بابا حولني إلى مدينة الوليدة عند عمتي، دخلت المدرسة الابتدائية، تخرجت بالشهادة الابتدائية في سنة 51 في مدينة الوليدة، وعشت في مدينة الوليدة، وبديت الشعر تاعي كان في عمري 17 سنة، القصيدة الأولى نقول أنا قلبي مسلوم من طفلة سمراء، سبحان الإله بالسر رساها، صورها الإله في أحسن صورة، من نظرة سبيع قل من يراها، لبست من الحرير لبسة مشهورة، أحمر وأبيض يرفه متاهة، تلقى ذاك الدين كعامل طفرة وطح على الكتاب جمع. قصائد كثيرة اللي كتبت قصائد كثيرة، أول ما غنى لي هو المرحوم عمارة محمد البوسعادي. أنا لو نذكر الناس اللي غنوا لي كامل فايتنا 40 واحد. منهم العيشي البشير، منهم عمارة محمد، منهم محمد المازوري، منهم محمد وجدي، منهم نادية بنس، منهم راينا راي تاع بن عباس، منهم السادق التوسي في فرنسا، منهم محمد إيمازيغ في مغربي في فرنسا، وكثير من المغنيين اللي غنوا. تقريبا الفنان في الجزيرة تقريبا مهاب، مش ما كان شيء يعني. الفنان كي تلحق لي تعرض عليه قصيدة يقول لك سجلها، مش كل راح يشريها ما سجلهاش، تغنيها في التلفزيون ما تفوتش، تغنيها في الإذاعة ما كان عندها الإذاعة، شكون يسمع هذا كل شاب الفيسبوك هذا، الدنيا همت ما بقى لها يعني. الفن الصحراوي هذا تقريبا راه بقى غير في شوية في الصحراء اللي مازال عايش. اللي في حمد كان صديقي، كان يجيني وكان يجيني ونشطوروا على الاغاني وراح يسجل وكذا يعني، ويسمع لي الاغاني اللي راح يسجلهم، وانا كذلك نسمع واش كتبت. احنا اصدقاء يعني، اصدقاء من زمان طويل، في 65 وحنا اصدقاء، ماشي يعني حتى من والله يرحمه. كاين بزاف اللي ما يعرفش اسمه الحقاني، هو اسمه العباس حمد من سيدي خالد، قال قرا في سيدي خالد، ومن بعد تحول الى مدينه الشلاله في 51، دخل في الاذاعه ولا ان شاء الله نال شهره كبيره. نقول اخوتي قنا الكشايف راه وصل، والزوجه في زوجها سمحت وبشات، النسوه تمثيلها عاده راجل، تتكلم وتقول حق يا سادات، نحو التقدم لعما تتمثل، وسمحنا في الدين حتى في تشتات. كيفاش كتبت اخوتي قنا الكشايف راه وصل؟ انا كنت في باريس عندي اوتيل، عندي اوتيل، وجاتني واحد السيده من الجزائر سكنت عندي في الاوتيل، نهار اللي جات بالصاك تاعها، نهار اللي راحت بربع فريزات. انا سالتها في الباسبور تاعها، مصورين معها وليدات، قلت لها يا بنت الناس هذا تصير وليداتها، قلت له هذ وليداتي، قلت له وعد ما خليتيهم؟ قلت خليتهم عند باباهم. قلت لها وكيفاش باباهم؟ طيب كنت جيتي بلا اولاد؟ قالت لي سرحني، قال لي روحي حوسي شويه. كي عاد رايحه قلت لها كيفاش السيد هذا اللي عنده قلب وطلق زوجته يعني جات لباريس وحدها، هذا يقولوا له قال لك شيء. بديت القصيده، اول ما يعني القصيده قريتها لاصحابي وكذا اللي يعرفوني، واحد النهار جاني الشيخ خليل محمد الله يرحمه، قلت له يا شيخ شوف واحد القصيده اللي درتها عجبته، قال لي اعطيها لي انا نغنيها. يعني لليوم كان لا تكريم يعني، تكريم انا نتمنى ان شاء الله يدير لي بالتكريم، تكريم عالمي يعني، اللي مثلا يجمعوا ليه قاع الشعراء والفنانين، كل واحد واش يقول على خليل احمد اللي يعني شيع هذا التراث وخلى هذا التراث يعني اثار كبير خلاه لنا الله يرحمه. كاتب عليها اربع قصايد، هذه منهم قصيده نقول نبقوك على خير يا فن الصحراء، صوت البلبل كان اشباح السهرات، اخلي فيه معروف من الناس الكبرى وسافر عنا راح خلى ذكريات، فنان ومشهور ذا زين النبرة، غنى للكثير شعراء سادات،
ما ننسى زين القصايب والشهرة من بيت كبيرة كينا للشعاب.